خبرنا الثالث والأخير من وزير التجارة والصناعة طارق أبيل اللي بحث النهاردة مع وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني سبل التعاون بين مصر ورومانيا في مختلف المجالات، خاصة المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية. المباحثات تأتي على هامش زيارة قابيل للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لوزراء تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط. وخلال اللقاء أكد قابيل على أهمية تشغيل خط الطيران المباشر بين مصر ورومانيا خلال السنة الحالية للمساهمة في تنمية العديد من المجالات بين البلدين وفي مقدمتها السياحة.